ملفات شائكة تشوب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة تجعل التوتر بين الجانبين على أشده، في الوقت الذي هددت تركيا بالتصعيد إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي عقوبات ضدها. طالب 69 عضوا بالبرلمان الأوروبي في مذكرة إلى مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، طالبوا بفرض عقوبات اقتصادية على النظام التركي بزعامة أردوغان بسبب قمعه للديمقراطية وعدوانه على سوريا وإقليم كردستان العراقي وتدخلاته وانتهاكاته في ليبيا. مذكرة النواب الأوروبيين تطرقت إلى ما ارتكبه أردوغان خلال السنوات الأخيرة، ومنها اعتقاله أكثر من 90 ألف مواطن بتهمة الإرهاب، من بينهم رؤساء أحزاب وأعضاء برلمان ورؤساء بلديات أكراد والآلاف من حزب الشعوب الديمقراطي وصحفيين وأكاديميين ونشطاء حقوق إنسان وغيرهم. في الأثناء يستمر الداخل التركي في سخطه على سياسات أردوغان، حيث انتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض إصرار حكومة أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية على تمرير مشروع قانون يتيح وصاية حكومية على نقابات المحامين. كذلك انضم حزب الديمقراطية بزعامة علي باباجان إلى دائرة النقد لمشروع القرار، وطالب بسحبه من التداول في البرلمان في الوقت الذي يواصل فيه المحامون ورؤساء نقابات المحامين الرافضين لمشروع القرار احتجاجاتهم في العاصمة أنقرة وكبرى المدن التركية.